فواكه خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن الصوديوم. إنه ضروري لتنظيم السوائل في الجسم ويقي من التشنجات العضلية المؤلمة. في المتجر الكبير نجد الصوديوم في التونة، السردين المعلب، الجبن المملح والمخلل. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بالصوديوم. انظروا، الصوديوم موجود في التونة، السردين، الجبن المملح والمخلل. الصوديوم ضروري لتنظيم السوائل في الجسم. الصوديوم يقي من التشنجات العضلية المؤلمة. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجساما قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم فيتامينات. اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.